باسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه. لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. إنا لك الملك خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين الغلب على الشرير واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين به. المجد للآب والابن والروح القدس يا من ارتفع على الصليب مختارا أيها المسيح ليلة. امنح رافتك لشعبك الجديد المسمى بك وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا اياهم الغلبة على محاربيهم لتكن لهم معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مقهور. الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين آمين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة يا والدة الإله الكلية التسبيح لا تعرضي يا صالحة عن توسلاتنا بل وطد سيرة المستقيمين الرأي وخلص الذين أمرتي أن يتملكوا وامنحيهم الغلبة من السماء بما أنك ولدت الإله أيتها المباركة وحدك. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا غريغوريوس وجميع إخوتنا في المسيح. لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي في خبر فهم تسبيحتك. يا رب افتح شفتي في خبر فهم تسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقول لنفسي لا خلاص له بإلهه. وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي فأنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ. للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برزك تؤدبني فأن سهامك قد نشبت فيها ومكنت علي يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي لأن آثامي قد تعالت فوق رأسك حملا ثقيلا قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي. شقيت ونحنيت للغاية والنهار كله مشيت عابسا لأن متني قد امتلأ مهازي أو ليس لجسدي شفاء. شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك. قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يقم معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني ووقفوا لدي وجنسي وقف مني بعيدا. وأجهدني الذين يطلبون نفسي والمنتمسون لي الشر تكلموا بالباطل وغشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم ما لا يسمعك أخلص لا يفتح فاه وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمي تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي. لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام. لأني أنا الضرب مستعد ووجع لدي في كل حين. لأني أنا أخبر بإثمي واهتموا لأجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني وقد كثر الذين يبغضوني ظلما. الذين جازوني بدل خير شرا محلوا بأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني أسرع لمعونتي يا رب خلاصي. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني أسرع لمعونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبتكر عطشت إليك نفسي بكم نوع لك جسدي. في أرض برية وغير مسلوكة وعادمة الماء هكذا ظهرت لك في القدس لعين قوتك ومجدك. لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم وبشفاه الابتهاج وسبحك فمي.
إذا ذكرتك على مفرشي هذت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك ويا عضدت يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد صدت أفواه المتكلمين بالظلم. هذت بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك ويا عضدت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجدرك الله. هللويا 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 المجدرك الله. هللويا 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 المجدرك الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب إله خلاصي في النهار صرخت وفي الليل أمامك فلتدخل قدامك صلاتي. أمل أذنك إلى طلبتي. فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي. حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين حرا بين الأموات، مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من عن يدك مقطعون. جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت. علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجستها علي. أبعدت عني معارف جعلوني لهم رجاسة. قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتا من المسكنة. صرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسطت يدي. ألعلك للأموات تصنع العجائب أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت فتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني؟ فقيرا أنا في الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعت اتضعت وتحيرت. علي جاز رجزك ومزعاتك أزعجتني. أحاطت بك الماء والنهار كله اكتنفتني معا. أبعدت عني الصديقة والقريبة ومعارفي من الشقاء. يا رب إله خلاصي في النهار صرخت وفي الليل أمامك فلتدخل قدامك صلاتي. أمل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفس الرب وجميع ما في داخل اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسى جميع مكافآته، الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف طويل الأناة وكثير الرحمة. ليس إلى الانقضاء يسقط ولا إلى الدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا ولا على حسب خطايانا جازانا. لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار بعد المشرق عن المغرب أبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه ذهبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف موضعه من بعد. أما رحمة الرب فهي منذ الدهر وإلى الدهر على الذين يتقونهم، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصاياه ليصنعوها. الرب هيئ عرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع. باركوا الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع قواته يا خدامه العاملين إرادته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب. يا رب سمع صلاتي وأنصب حقك إلى طلبتي. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى أمامك كل حي. لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي، وأجلسني في الظلمات مثل الموت منذ الدهر، وأجرى علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذثت في كل أعمالك وتأملت في صناع يديك. بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب وقد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك فأني عليك توكلت. عرفني يا رب طريق الذي أسلك فيه فأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب فأني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك.
روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر داهرين آمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجانا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا غريغوريوس والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب من أجل أن ينحسر هذا المرض الوبائي ومن أجل شفاء المرضى وسند وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. اعترفوا للرب وادعوا باسمه القدوس. الله الرب ظهر لنا مبارك الاتي باسمه. كل الامم احاطت بي وباسم الرب قهرتهم. الله الرب ظهر لنا مبارك الاتي باسمه. من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا. الله الرب ظهر لنا مبارك الاتي باسم الرب لتفرح السماويات ولتبتهج الأرضيات لأن الرب صنع عزا بسعيده وأعطي الموت بالموت وصار بكرا الأموات وأنقذنا من جوف الجحيم ومنح العالم الرحمة الأمة. المجد للآب والابن والروح القدوس لتفرح السماويات ولتبتهج الأرضيات لأن الرب صنع عزا بسعيده ووطئ الموت بالموت وصار بكرا الاموات وانقذنا من جوف الجحيم
رحمة الأمم على نوك الأوان وإلى دهر الداهرين آمين. إياك أيتها المتوسطة لخلاص جنسنا نسبح يا والدة لله العذراء بأن ابنك وإلهنا بالحسن الذي اتخذه منك قبل الآلام بالصليب واعتقنا من الفساد بما أنه محب للبشر. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. لقد قام المسيح من بين الأموات باكورة الراقدين وبكر الخريقة وخالق كل المبروءات وجدد في نفسه طبيعة جنسنا البالية فلست متسلطا بعد يا موت لأن سيد الكل قد حل عزتك. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد دفنت الموت لقد ذقت الموت بالجسد يا رب فاقتلعت مرارة الموت بقيامتك وقويت الإنسان عليه وخلصته من تغلب اللعنة القديمة فيا عاضد حياتنا يا رب المجد لك الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. لقد دهش جبرائيل من جمال عذريتك ومن سطيع بهاء نقاوتك يا والدة الله فهتف نحوك قائلا أي مديح لائق أقدم لك وبماذا أسميك إني أحار منذهلا لكني أهتف إليك كما أمرت افرحي أيته المنعم عليها. لقد دهش الجحيم في نفسه من عدم تغير لاهوتك ومن احتمالك الآلام طوعا يا رب فانتحب قائلا إني أرتعد من أقنوم هذا الجسد الغير البالي وأرى غير المنظور يحاربني على طريقة سرية فلذلك يصرخ الذين في قبضتي قائلين المجد لقيامتك أيها المسيح. المجد للآب والابن والروح القدس. إننا لدى تكلمنا نحن المؤمنين لاهوتيا نعترف أن صلبك غير المدرك وقيامتك غير المفسرة هما سر لا يعبر عنه فإن الموت والجحيم سبيا اليوم وجنس البشر لبس عدم البلا فلذلك نصرخ عن شكر قائلين المجد لقيامتك أيها المسيح الآن وكل أوان وإلى دهر داهرين أمين. لقد وسعت في بطنك على منوال السر الإبن الذي لا يدرك ولا يوصف المساوي للآب والروح في الجوهر وبولادتك تعلمنا أن نمجد في العالم فعلا للاهوت واحد غير مختلط فلذلك نهتف إليك عن شكر قائلين افرحي أيتها المنعم عليها. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك جمع الملائكة ذهل متحيرا عند مشاهدته إياك محسوبا بين الأموات أيها المخلص وضاحضا قوة الموت ومنهضا آدم معه ومعتقا إيانا من الجحيم كافة. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك الملك اللامع عند القبر تفوها نحو حاملات الطيب قائلا لما تمزجنا الطيوب بالدموع بترى الثنيات الميثاق انظرنا اللحد وافرحنا لأن المخلص قد قام من القبر ناهضا. إبلويتو سيكيري أذنك صون متى بك يوم تاسو إن حاملة الطيب سحرا عميقا سرعنا إلى قبرك نائحات إلا أن الملائكة وقف بهن وقال لهن
زمان النوح قد كف وبطل، فلا تبكينا بل بشرنا الرسل بالقيامة. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، إن النسوة حاملات الطيب قد أقبلنا بالحانوت إلى قبرك أيها المخلص، فسمعنا ملكا متنغما نحوهن قائلا لما تحسبنا الحي مع الموتى، فبما أنه إله قد قام من القبر ناهضا. المجد للأب والابن والروح القدس، نسجد للأب ولابنه ولروح قدسه ثلوثا قدوسا بجوار واحد صارخين مع السرافيم: قدوس 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 أنت يا رب الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين آمين. أياتها العذراء، لقد ولدت ماطي الحياة وأنقذت آدم من الخطيئة ومنحت حواء الفرح عوض الحوز، لكن الإله والإنسان المتجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد تهورا منها. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن الملاك اللامع ذا المنظر المدهش والكلام الرطب قال لحاملات الطيب: لما تطلبن الحي في القبر؟ لقد قام وأخلى القبور، فعلمنا أن غير المتغير قد بدل البلا، وقلنا لله ما أرهب أعمالك، فإنك قد خلصت جنس البشر. أنت أيها الكلمة أنقذت سبي صهيون من بابل، فكذلك انتشلني أنا أيضا من الآلام إلى الحياة. إن الذين يزرعون في الجنوب بالدموع الإلهية سيحصدون بالفرح سنابل الحياة الخالدة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. بالروح القدس تكون كل عطية صالحة، وهو يسطع إشراقا مع الآب والابن، وبه تحيا كل الموجودات وتتحرك. إن لم يبني الرب بيت الفضائل فباطلا نتعب، وإن ستر الله نفوسنا واقيا فلا أحد يفتح مدينتنا عنوة. إن القديسين ثمرات البطون هم بنون لك بالروح وضعا أيها المسيح، وأنت لهم أب. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين أمين. بالروح القدس تشاهد كل قداسة وحكمة، فإنه يكون كل عناصر الخليقة، فلنعبدنه لأنه كالآب والابن. طوبى لخائفي الرب، فإنهم يسلكون في سبل وصاياه ويأكلون من كل ثمر الحياة الوافرة. تهلل مسرورا يا رئيس الرعاة إذا ما أبصرت أولاد بنيك حول مائدتك يحملون أغصان الأفعال الصالحة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. بالروح القدس يكون كل غنى المجد، ومنه النعمة والحياة لكل الخليقة، فإنه يسبح له مع الآب والكلمة. قولوا في الأمم إن الرب قد ملك، لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع. قولوا في الأمم إن الرب قد ملك، لأنه ثبت
ربات المسكونة فلن تتزعزع. سبحوا الرب صبحا جديدا قولوا في الأمم إن الرب قد مالا. لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع. إلى الرب نطلب، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. كلنا سما فلتسبح الرب، كلنا سما فلتسبح الرب، فلتسبح الرب، كلنا سما. من أجل أن نكون مستحقين لسماع قراءة الإنجيل المقدس من الرب إلهنا نطلب. فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي. لما قام يسوع باكرا في أول الأسبوع، ترأى أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين، فانطلقت هي وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون، وهم إذ سمعوا بأنه حي وأنها أبصرته لم يصدقوا. وبعد ذلك ترأى لاثنين منهم وهما يسيران منطلقين إلى حقل، فذهب هذان وأخبرا الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. أخيرا تراءى ل11 وهم متكئون وبكتهم لعدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا الذين رأوه قد قام. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، فمن آمن واعتمد يخلص، ومن لم يؤمن يدان. وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة ويحملون الحيات، وإن شربوا شيئا مميتا فلا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيتعافون. ومن بعد ما كلمهم الرب ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. فخرج أولئك وكرزوا في كل مكان، وكان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التي كانت تقارنه. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده. لصليبك أيها المسيح ونسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف اسمك نسمي. هلما يا معشر المؤمنين نسجد لقيامة المسيح المقدسة، لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم. لنبارك الرب في كل حين نسبح قيامته، لأنه هذا احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أبادا وحطم. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثلي كثرة رأفتك محو مآثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. أنا ذا بالآثامح بلا بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها.
تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك، وبروح رئاسي عضضني، فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب مسيرتك صهيان، وتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. يا واهب الحال
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرأفات وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين واسبغ علينا مراحمك الغنية بشفاعات الكليات الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وبقدرة الصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية وبطالبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبائنا القديسين معلمي المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوت ويوحنا الذهبي الفم وأبائنا القديسين أثناسيوس وكيرلوس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وأبوينا القديسين ملاتيوس وبطرس بطريركي انطاكيا وأبوينا القديسين نيقولاوس رئيس ساقفة ميراليكيا وسبيريدونوس قفتريميثوس العجائبيين والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جوارجيوس المظفر وديمتريوس المفيد الطيب وثيوذوروس تيروني وثيوذوروس قائد الجيش والقديسين إغناطيوس وبوليكاربوس شهيدين في رؤساء الكهنة والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وأبائنا الأبرار إفرام وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع أبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين يواكيم وحني جدي المسيح لله والقديسين بروكوبيوس البانياسي المعترف وثلالاوس السوري اللذين نقيم تذكارهما اليوم وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة فاستجب لنا نحن الخطاة طالبين إليك وارحمنا. برحمتي ورأفات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. إذا أتيت يا الله على الأرض بمجد يرتعد منك الكل ونهن النار قدام الكرسي يجذب والمصاحف تفتح والخفايا تشهر في ذلك الوقت نجني من النار التي لا تطفأ واجعلني مستحقا للوقوف عن يمينك يا ديانا حقانيا يا ديانا حقانيا. إذا تفطنت في دينونتك الهائلة أيها الرب الفائق الصلاح وتذكرت يوم المحاكمة لما تجلس على كرسيك لتصنع الفحص فأني أرعب وأضطرب مبكتا من ضميري حينئذ لن يقدر أحد أن ينكر خطاياه إذ الحق يوبخ والرعب يمتلك حينئذ نار جهنم المهولة ستتأجج بهدير عظيم والخطأ ستصر بأسنانها فلذلك ارحمني وارثي لي قبل الانقضاء يا ديانا حقانيا يا ديانا حقانيا. في 27 من هذا الشهر تذكار القديس بروكوبيوس البانياسي المعترف والقديس ثلاليوس السوري في هذا اليوم نصنع تذكار مجيء ربنا يسوع المسيح الثاني المقسط لما تجلس لتدين الأرض يا ديانا مقسطا عادلا فللصوت القائل هلموا اجعلني أنا أيضا أهلا فبإفراط تحننك الذي لا يوصف أيها المسيح الإله أهلنا لصوتك المأثور وأحصنا مع الماثرين عن ميامنك وارحمنا آمين.
ساترا صار لي للخلاص، هذا هو إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، لأنه بالمجد قد تمجد. ربي ثبت قلبي المتنازع على صخرتي وصايا، لأنك أنت وحدك قدوس ورب. من الليل أدلج إليك ضارعا أيها المحب البشر، فأنيرني وأرشدني إلى أوامرك، وعلمني يا مخلص أن أصنع إرادتك. قد أخطأنا وآثمنا وظلمنا أمامك، وما حفظنا ولا صنعنا كما أمرتنا، لكن لا تسلمنا إلى الانقضاء يا إله آبائنا. نسبح ونبارك ونسجد للرب، سبحي أيتها الخليقة مع وباركي من تبارك جند السماوات، وترهب منه الشرابين والسرافين، وزده رفعة على مدى الدهور. يوارد في الإله ومن نور بالتسابيح تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله إياك نعظم. لأنه نظر إلى تواضع أمته فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. يا من هي أكرم من السرافيم وأرفع بلدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله إياك معظم. لأن القدير صنع بعظائم وقدوس اسمه، ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله إياك نعظم. وهو بلحن البوق صنع عزا بسعيده، وشتت المتكبرين بذهن قلوبهم. يا من هي أكرم من الشيروبيم وارفع مادا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله إياك نعظم. حتى
المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين، أملأ الجياع من الخيرات والأغنياء أرساله فارغين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله، إياك نعظم. عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما قال لآبائنا لإبراهيم ولنسله إلى الأبد. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله، إياك نعظم. إن الولادة لا تفسر لأن الحبل بغير زرع ولا فساد من أم لم تعرف رجولا، لأن مولد الإله قد جدد الطبائع، لذا بإيمان مستقيم تعظمك كل الأجيال بما أنك أم عروس الله. وضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، سيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آن وإلى دهر الداهرين. أمين. قدوس هو الرب إلهنا. قدوس هو الرب إلهنا. قدوس الرب إلهنا. في موطن قرائه أن الرب إلهنا. قدوس هو. لا يرتابن أحد بأن المسيح قد قام منبعثا، فإنه قد ظهر لمريم ثم ترى للذين كان ماضيين إلى الجبل، ثم عاد فترى للأحد عشر الملقان أسراره فيما كانوا متكئين، وأرسلهم ليعمدوا وصعد إلى السماء من حيث نزل مثبتا الكرازة بكثرة الآيات. إذا تفطنت في يوم دينونتك المرهوب ومجدك المحتجز النطق به أرعب بجملتي وأجزع يا رب، لذلك أهتف إليك أيها المسيح الإله، نجني من كل العقوبات أنا المنكود حظه لما تأتي على الأرض بمجد لتدين البرايا، وأهلني للوقوف عن يمينك أيها السيد.
ها يوم الرب الضابط الكل يوافي، فمن يحتمل خوف حضوره؟ لأنه يوم غضب، وهو كالأتون المتقد الذي يجلس فيه الديان للمحاكمة ليجازي كل أحد حسب أعماله. إذ تفطنت في ساعة الحساب وورود السيد المحب البشر، أرتعد بجملتي، لذلك أصرخ بكآبة: يا حاكم العادل جزيل الرحمة وحدك، فاقبلني تائبا بشفاعة والدة الإله. واعلموا قوة هذا السر الله.
سبحوا الله في قديسه، سبحوه في فلك قوته. أيها الرب إن الخلوص قد أذاه مخبرين بكل العجائب، إلا أن مجمع الباطل أفعموا يمينهم من الرشا، ظنين أنهم يقضون قيامتك التي العالم يمجدها فارحمنا. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. إن البرايا بأسرها قد امتلأت قبورا لما قبلت بشرى قيامتك، لأن مريم المجدلية وافت إلى ضريحك فصادفت ملكا جالسا على الحجر بحلة باهية وقائلا: لما تطلبن الحي مع الموتى؟ ليس هو هاهنا لكنه قد قام كما قال، إنه يسبقكم إلى الجليل. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة. أيها السيد المحب البشر، إننا بنورك نعاين الظل، لأنك ذهبت من بين الأبواب واهبا الخلاص لجنس البشر، لكي تمجدك الخالقة بأسرها. أيها العظيم الخطا وحدك فارحمنا. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار والتي طرب، إن النساء حاملات الطيب قد قدمنا الدموع لك يا رب تسبيحا سحريا، فإنهن حملن طيوبا زكية الرائحة، وبلغنا قبرك مجدات ليطيبن جسدك الطاهر، فوجدنا ملاكا جالسا على الحجر، بشرناهن قائلا: لما تطلبن الحي بين الأموات؟ إنه كإله قد وطئ الموت وقام مانحان الكل رحمة العظمى. سبحوا بنغمات الصنون، سبحوا بصنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. إنني أتصور ذلك اليوم وتلك الساعة، إذ نحن عتيدون أن نقف عراة لدى الحاكم المقسط كمخصومين، حينئذ يصوت البوق عظيما وتهتز كل أساسات الأرض وتقوم الأموات من الأجداث، والكل يصيرون إلى قامة واحدة، وخفايا الجميع تنتصب أمامك ظاهرة. فأما الذين لم يندموا في حياتهم فإنهم سوف ينوحون مولولين وإلى النار القصوى يذهبون، وأما الصديقون فإنهم يلجون إلى الخدر السماوي بفرح وحبور. ولترتفع يدك ولا تنسى بعيسيك إلى الأبد. يا لها من ساعة هائلة حينئذ، ويا له من يوم رهيب إذا ما جلس الحاكم على المنبر المفزع، إذ الكتب تفتح والأفعال توبخ وخفايا الظلمة تشتهر، والملائكة يبادرون إلى جمع جميع الأمم. هلما فاسمعوا أيها الملوك والرؤساء،
الأحرار والعبيد، الخطأة والصديقون، الأغنياء والفقراء. إنه سيوافي قاض عتيد أن يدين المسكون، فمن يحتمل الوقوف أمام وجهه إذا ما انتصب. لديه ملائكته موبخين الأفعال والظنون والأفكار الصادرة في الليل والنهار، فيا لها حينئذ من ساعة مهولة. فلذلك يا نفس احرصي قبل الانقضاء واهتفي صارخة: اللهم عد فخلصني بما أنك متحنن وحدك. أعترف لك يا رب بكل قلبي وأحدث بجميع عجائبه. إن دانيال النبي لما صار رجل الشهوات وعاين سلطة الإله هتف هكذا: إن مجلس الحكم قد انتصب والصحف قد فتحت، فلذلك انظري يا نفسي أتصومين؟ فلا تغدري بالقريب. أتباينين المآكل؟ فلا تديني أخاك لئلا ترسلي إلى النار فتحرقي كالشمع، لكن خلوا من مانع يلج بك المسيح إلى ملكوته. المجد للآب والابن والروح القدس لنسبق أيها الإخوة فننقي ذواتنا دي مالكة الفضائل لأنها قد وافت شليبة لنا ثروة صالحات مخمدة نهضات الأهواء مصالحة الآثمة مع نستقبلها بسرور هاتي فينا إلى المسيح الإله. احفظنا أبرياء من المدايا مدانا نحن المماجدين المتجسد منك وآدم ضيفاً
المجد لك يا مظهر النور، المجد لله بالعلا، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، نسبحك نبارك نسجد لك نمجد نشكرك من أجل عظيم جلال المجد. أيها الرب الملك السماوي إله الأب الطابق الكل، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس، أيها الرب الإله يا حامل الله يا ملئ يا رفع خطيئة العالم ارحمنا يا رفيع
مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب، من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب، من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد جميع إلى الرب نطلب، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب، من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا غريغوريوس والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب، من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب، من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب، من أجل أن ينحسر هذا المرض الوبائي ومن أجل شفاء المرضى وسند وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب، من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب، من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب، اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Oh.
أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. سلام إلى الرب نطلب. أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. الموت بالموت وصار بكرام
هلموا لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا، خلصنا يا ابن الله، يا من قام من بين الأموات. هللويا. خلصنا يا ابن الله، يا من قام من بين الأموات، نحن المرتدين لك هللويا. لتفرح السماويات ولتبتهج الأرضيات، لأن الرب صنع عزا بسعيده ووطئ الموت بالموت وصار بكر الأموات وأنقذنا من جوف الجحيم ومنح العالم الرحمة العظمى. أتيت يا الله على الأرض بمجد فترتعد منك البرايا بأسرها، ونهر النار يجري أمام المنبر، والمصاحف تفتح والخفايا تشهر، فنجني حينئذ من النار التي لا تطفأ، وأهلني للوقوف عن يمينك. أيها الديان العادل، إلى الرب نطلب، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد والسبح المثلث التقديس، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. وخلق الإنسان على صورته مثالي وجليلا لجميع المواهب وقال بحكمة وقهر ولا يهدي الذين يفعلون، بل وضع توبة وخلاص يعني بشفاعة والدي الله،
انظر وتعهد هذه الكرمة وأصلحها التي يمينك غرستها. السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها. الرب أدبنا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، إن الطعام لا يقربنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. ولكن انظروا أن لا يكون سلطانكم هذا معثرة للضعفاء، لأنه إن رآك أحد يا من له العلم متكئا في بيت الأوثان، أفلا يتقوى ضميره وهو ضعيف على أكل ذبائح الأوثان، فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح لأجله. وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضمائرهم وهي ضعيفة، إنما تخطئون إلى المسيح. فلذلك إن كان الطعام يشكك أخي فلا أكل لحما إلى الأبد، لئلا أشكك أخي. ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ وإن لم أكن رسولا إلى آخرين فإني رسول إليكم. أوه.
لأن خاتم رسالتي هو أنتم في الرب. سلام لك أيها القارئ. لنستقم ونسمع إنجيل المقدس. سلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى البشير التلميذ الطاهر. لنصغي. قال الرب: متى جاء ابن البشر في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على عرش مجده، وتجمع إليه كل الأمم، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، ارثوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فآويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فعدتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي. حينئذ يجيبه الصديقون قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتموه. حينئذ يقول أيضا للذين عن يساره: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، وكنت غريبا فلم تؤوني، وعريانا فلم تكسوني، ومريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ حينئذ يجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوا ذلك بأحد هؤلاء الصغار فبي لم تفعلوا. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصديقون إلى الحياة الأبدية. المجد لك يا رب، المجد لك. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة، حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيها الممثل شارك
القدوس وحده كل Oh.
جميعكم وجميع المسيحيين حسني العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. كهنوتك يذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطريركنا يوحنا إخوتنا ساقفة الكرسي الأنطاكي المقدس مع كهنوتكما ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. مجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة وكلائها والذين يخدمون فيها ويحسنون إليها ويرتلون مع عبيد الله آل عربش آل حنا وشحادة آل عبد النور وجميعكم المقدمة هذه القرابين من أجل صحتهم وعافيتهم وتوفيق أمور حياتهم وراحة نفوس موتاهم ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. مطوبين الدائمين الذكر الذين عمروا هياكل الله المقدسة وجميع المنتقلين من آبائنا وإخوتنا على رجاء القيامة والحياة الأبدية مع عبيد الله حبيسة زكية إيزابيل إلياس إدمون وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لنكمل طلبتنا للرب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. كيري يا لايسا
أن يكون نارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطية الرب نسأل. فلك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل. مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل. ورسوك إيريا الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالمين الرب نسأل. أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. ورسولك إيريا أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله برأفات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. سلام لجميعكم. لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بآب وأبن وروح قدوس ثالوث متساوي السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولودا غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس ما عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف معمودية واحدة وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسبيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب
وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. لنضع قلوبنا فوق نشكر النار وحق واجب وحقا أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل، غير المنظور غير المدرك الدائم وجوده والكائن هكذا هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة. نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشيروبيم والسرافيم ذو الأجنحة الستة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين هذه القوات المغبوطة نهتف نحن أيضا أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكلي القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال، أنت أحببت عالمك بهذا المقدار حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، فإنه لما أتى وأكمل كل التدبير الذي من أجلنا ففي الليلة التي أسلم فيها والأولى أنه أسلم ذاته من أجل حياة العالم، بعد أن أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر، أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. التي لك وهي مما لك ونحن نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر.
أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية، ونطلب وندرع ونسأل، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واصنع عما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم. آمين. بارك يا سيد الكأس المقدس. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم. آمين. باركهما كليهما يا سيد، محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 لكي يكونا للمتناولين لنبات النفس ومغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وكمال ملكوت السماوات والدالة لديك، لا لمحاكمة ولا لإدانة. أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا على الإيمان، الأجداد والأباء ورؤساء الأباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان، وخاصة من أجل كليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. يا رب أولنا بانا وبطريركنا يوحنا وهبوا لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. اذكر يا رب أولنا بانا ورئيس كهنتنا غريغوريوس وهبوا لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن، وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب، حتى إن إلهنا المحب البشري الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب،
بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. وهلنا أيها السيد لأن أسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، اجعلنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. سلام لجميعكم. لنحن رؤوسنا للرب. نشكرك أيها الملك غير المنظور، يا من بقدرته التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها وبرحمته الكثيرة أخرجها من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد الطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوها للحم ودم، بل لك أيها الإله المهيب. فأنت إذن أيها السيد سهل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا، رافق المسافرين واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغى من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك، وهلما لتقديسنا أيها الجالس في الأعالي مع الآب والحاضر معنا ها هنا غير منظور، وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة رصدك الطاهر ودمك الكريم وبنا شعبك كله. يا الله اغفر لنا الخاطر ارحمني، يا الله اغفر لنا الخاطر ارحمني. روحمين القدسات للقديسين، قدوسا واحدا ربا واحدا جزا ويقسم محمد الله الذي جزا ولا ينقسم الكريم ولا بل يقدس الذين يتناولون يسوع المسيح لمجد الله الله. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس، افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله. لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين، وانر حواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور. آمين. أؤمن يا رب وأعترف أنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم تخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم وعينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. هأنذا أتقدم إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني من جراء تناول إياها يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل دنس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوار غريب.
لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهلني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك، لكي أعظم طريبا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصل لي هذه القدسات لمحاكمة لعدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد وتقديسهما، ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخير لي أن ألتصق بالله وأضع في الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك، ولا أقبلك قبلة غشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب في ملكوتك. سبحوا الرب من السماوات، هللويا. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم صرنا بالاحد السابق لاحد مرفع الجبن، واليوم نرفع اللحم عن موائدنا. دائما في مشكله بالصوت. الإنجيل اللي قريناه اليوم بيرسم ربنا قدامنا صورة اليوم الأخير، يوم الدينونة. منظر مهيب، ربنا بيجي بالمجد تبعه، بينزل مع الملائكة، بيقعد على العرش، وبتجتمع كل الأمم أمامه، الراقدين والأحياء. وربنا ببلش يفرز الناس، يفرز الناس إلى خراف وجداء. ربنا هو اللي عم يفرز العالم، يعني ربنا هو اللي قال هذا لازم يكون جدي وهذا لازم يكون خروف. ربنا بعد شوي بيجاوب وبيقول، وقت اللي عم يحكي مع الخراف بيقول لهم تعالوا يا مباركي أبي لترثوا ملكوت المعد لكم. ليش؟ لأنكم زرتم المريض، أطعمتم الجائع، سقيتم العطشان، واهتميتوا بالمريض، واهتميتوا بالمسجون. يعني يسوع بده يقلنا أنه أعمالنا، الشيء اللي عم نعمله هلأ، هو اللي بيحدد إذا أنا خروف ولا أنا جدي. يعني أنا بدي يكون على اليمين ولا بدي يكون على اليسار. وإذا بتلاحظوا بالحديث تبع ربنا، ربنا عم يقول لكل واحد مننا، خصوصا بهالأيام اللي كتران فيها الاهتمام بالذات، الكتران فيها الاهتمام بالأنا، يعني أنا أولا ومن بعدي طوفان، ومثل ما منقول بالمثل الشعبي بيقولوا من بعد حماري ما ينبت حشيش، يعني تخرب الدنيا من بعدي ما في مشكلة. ربنا شو جاي عم يقول؟ جاي عم يقول لإلي ولإلكم، كل واحد مننا لازم يطلع من ذاته يتجه إلى الآخر. هذا اللي عم يقوله يسوع. يسوع عم يقول إذا أنت ضليت مع ذاتك، ضليت جوا حالك، عم تهتم بس بحالك، بدك تكون جدي. بس وقت بتبلش بتعين على خيك اللي جنبك، على اخواتك اللي حواليك، بتبلش تعين عليهم وتنظر لهم بنظره
فيها حنان، فيها محبة، فيها تعاطف. بتمد إيدك لخيك الوعان، بتسقي خيك العطشان. وقتها بتكون خروف، وقتها بتطلع من ذاتك. مشكلتنا نحن البشر والمشكلة الكبيرة اللي عندنا هي الذات، يعني الأنانية تبع الإنسان. مشكلة العائلات الكبيرة اليوم شو هي؟ أي مشكلة بأي مشكلة عائلية الشيء الأساسي فيها بيكون كرامتي. ما عم يعمل لي، ما عم تعمل لي، ما عم تسوي لي، هو كذا، هو ممنيح، هو بيعمل، هو بيسوي، هي بتعمل، هي بتسوي. ما حدا بيقول أنا شو بسوي، أنا غلطان، أنا ما مديت إيدي، أنا ما ساعدت، أنا ما حبيت، أنا ما رحمت. ربنا عم يقول اليوم قبل ما نفوت بالصوم، يا أحبائي انتبهوا، لأنه كل ما الإنسان صار يهتم بحاله أكثر بيتقوقع حول حاله وبيبعد عن ربنا. كل ما الإنسان طلع من ذاته صار يهتم باللي حواليه، صار يعين بنظرة مختلفة على خيه القريب، على أساس هو خي، هو أخ بالمسيح، منه عدو، منه منافس. وقت اللي بشوف كل اللي حوالي منافسين لإلي، مين أخذ لايكات أكثر ومين أخذ لايكات أقل؟ منافسة، مقارنة، حط حالي دائما وبقارن حالي بالآخرين. ربنا عم يقول اليوم لا، اطلع من ذاتك واهتم باللي حواليك شوي، اهتم بابنك اللي عطشان لمحبتك، اهتم بزوجتك اللي عطشانة لحنانك، اهتمي بزوجك اللي يمكن كلمة محبة صغيرة تقلب كيانه كله. حاجة كل واحد مننا ما شايف غير ذاته. أخذت؟ أنا ما أخذت، أنا ما عطوني، أنا ما عملولي، أنا ما سوولي. أنت عم تعمل؟ أنا وياكم عم نعمل شيء؟ الموضوع ما هو موضوع مادي، ما هيك؟ ربنا وقت قال اهتموا بالفقراء ما عم يقول اهتم فيهم على أساس أنه بس أعطيهم مصاري، لا. أحياناً ابتسامة صغيرة، أحياناً ابتسامة صغيرة بتعمل كتير بخينا الفقير. وبدنا نعرف أنه ربنا سماهم إخوتي الصغار، يعني كل ما بتجاوز عن واحد منهم عم بتجاوز عن يسوع نفسه، لأنه يسوع ساوى حاله فيهم وقال كل شيء بتعملوه فيهم تعملوا فيني. وأنا عم بحكي هون على الفقير، ما بس خينا المعتاز، لا، مثل ما قلت بالعيلة نفسها أحيانا بنكون معتازين بعضنا كتير، بنكون ما عم ننتبه أنه ابني اللي جنبي بحاجة لقل له تعايا بابا، تعايا أمي واحكي لي شو صار معك. أحيانا الواحد فينا بحاجة بهالأيام لحدا يسمعه، ما يضل عم يسمع حاله عن طريق الفيسبوك ويقيم حاله عن طريق الانستغرام. بحاجة لالتفاتة محبة نطلع فيها من ذاتنا إلى الآخر. أتمنى لكم صوم مبارك، ربنا يقدس حياتكم ويبارك عائلاتكم. الله رب ظهر لنا مبارك الاتي باسم الرب معينا وساترا صلى دين القضاء هذا هو إلهي فأمجده لأنه المجد
وَالْمَيْتَ
عليكم ربي بسلام خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد ارتفع اللهم على السماوات وليكن على الأرض كلها مجدك. كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. بأسرارك المقدسة احفظنا بقداستك لإجل طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الإلهي المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحية المرهوبة فلنشكر الرب شكرا لائقا. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمته. بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائدة. فقوم طرقنا ثبتنا جميعا في خوفك واحفظ حياتنا. وطد خطواتنا بصلوات وطلبات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع قديسيك. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس. لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا مبارك مباركك يا رب مقدس المتوكلين عليك خلص شعبك بارك ميراثك احفظ كمال كنيستك قدس الذين يحبون جمال بيتك. أن تمنحهم عوضا من ذلك مجدا بقدرتك الإلهية ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة وللحكام ولكل شعبك لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلى منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. ليكن اسم الرب مباركا
إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته وتحلان عليكم بنعمة الإلهية ومحبة البشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي من قام بين الأموات لأجل خلاصنا بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحيي شفيع هذه الكنيسة المقدسة وقديسين المشرفين الرسل الجادرين بكل مديح وأبان الأبرار متوشفين بالله وأبين جاري القديسين يحنى ذابي الفم رئيس القسطنطينية والقديسين صديقين وكيما وحنى جردين المسيح الإله مع القديس بروكوبس والقديس صلى الله وسلم قيمة كرام اليوم وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر. صلوات أبائنا القديسين يا رب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيها المخلص أرح نفوس عبيدك مع أرواح الصديقين الراقدين واحفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر. أرح يا رب نفوس عبيدك في راحتك حيث جميع قديسيك يستريحون لأنك أنت وحدك الذي لا يموت. المجد للآب والابن والروح القدس أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم وحللت أوجاع المعتقلين. أنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك السابق رقاده الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. افرحي يا طاهرة يا من ولدت الإله بغير زرع إليه توسلي أن ينيح نفوس عبيده السابق رقادهم. حمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب إلى جراحة نفوس عبيد الله السابق رقادهم حسيبة زكية إيزابيل لياس إدمون ومن أجل غفران خطاياهم الطوعية والكرهية لكي يرتب الرب الإله نفوسهم حيث الصديقون يستريحون رحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران جميع خطاياهم من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا الرب نسأل. يا إله الأرواح والأجساد كلها يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمه أنت يا رب أرح نفوس عبيدك حبيسة زكية إيزابيل ياس إدمون السابق رقادهم في مكان النير في مكان خضرة في مكان انتعاش حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد وبما أنك إله صالح ومحب البشر اغفر لهم كل خطيئة اقترفوها بالقول أو بالفعل أو بالفكر لأنه ليس من إنسان يحيا ولا يخطأ بل أنت وحدك منزه عن الخطيئة وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق لأنك أنت والقيامة والحياة والراحة والنياح لنفوس عبيدك السابق رقادهم على اسمك أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع بك الذي لا بد له وروحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك أيها المسيح الإله يا رجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي من يسود الأموات والأحياء بما أنه ملك لا يموت وقد قام من بين الأموات بشفاعات أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب والقديسين المشرفين الرسل الجادرين بكل مديح وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديس المجيد صديق المسيح لعازر رباعي الأيام وجميع قديسيك رتب نفوس عبيدك المنتقلين عنا في مظال الصديقين آمين وأحصها مع القديسين والأبرار آمين وأما نحن فارحمنا وخلصنا بما أنك إله صالح ومحب للبشر
فليكن ذكرهم أبدا فليكن ذكرهم أبدا فليكن ذكرهم أبدا صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا مسيح قام يطول عمركم جميعا والله يرحم أمواتكم الله يرحمون يا أحباء تعازي آل عربش أول شيء بيكونوا صافين آل حنة وشحادة ثاني شيء آل عبد النور ثالث شيء بالكنيسة الله يقويكم والله يرحمه